مساء الخير أعزائي، برحب فيكم مجددا على فراجرانس أوليك ليبانون بيروت فراجرانس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى عليه يعمل سبسكرايب. موضوع حلقتنا اليوم رح يكون عن عطر من لطافة برايد. خط لطافة برايد هو رويال سافاير. اوكي، انا بعد لهلا ما اشتريت الزجاجة كاملة، يعني اخذت السامبل، يعني التستر بيجي 20 ملي. كل عطور لطافة برايد بيجي التستر السامبل تبعهم بيجي بهذا الشكل، عبوة 20 ملي ترافلر بسموها. اوكي، هذا شكل الزجاجة، راح احطه على الزجاجة، كتير حلوة فعلا، اللون الاحمر السفير الاحمر. اوكي، السفاير هو نوع الاحجار الكريمة، الزجاجة كتير حلوة وفيها وزن. اوكي، اذا 20 ملي كافيين لنقدر ناخد فكرة عن العطر، يعني حتى فيكم تستعملوه العطر يمكن اسبوعين بال20 ملي. اوكي، السبراير بيجي بهذا الشكل، انا رشه اليوم العطر، اللي 3 ايام عم بستعمله هذا العطر مشان كون فكرة عنه. ريحة كتير حلوة فعلا، ريحة حلوة كتير وسيدكتيف، يعني فيها جاذبية، فيها سكسي، الريحة تعتبر سكسي. هلا بنشوف شو النوتات. كل عطور لطافة برايد انا تعرفوا اخذت الاترن العود والقيم، لحديت هلا عندي 2، هول فول باكيت فول بوتل شيريهم. بيطلع لكم معهم هذا الكتيب، حاطين كل عطور لطافة برايد وكل عطر شو المكونات تبعه. هذا رويال سافاير شو مكوناته؟ عنا بالافتتاحية عنا المندرين الليمون والزعفران، بالقاعدة عنا بالوسط سوري عنا الياسمين والورد، بالقاعدة عنا المسك الفانيلا وعنبر الحوت الامبرجريس. اوكي، هلا الزعفران ما كتير لاحظت زعفران، او يمكن خفيف، بس مش الزعفران اللي بتلاقوه بعطر قائد من لطافة، او مثلا السيمياكي نوار امبري مثلا، هذا عطر فيه معروف فيه انه الزعفران، لا مش كتير سبايسي، يعني ما لقيته كتير سبايسي هذا العطر، حسيته سويت وسترس. اوكي، حمضيات مع سويت مع شوية سبايسز. اوكي، يعني الطابع الفريش السترس مع سويتنس من الفانيلا. اذا بدكم ذكرني هذا العطر او من نفس العيلة، من نفس الخط، نفس ستايل اذا بدكم، بس مش بديل، ما تفهموني غلط، مش عم بقول انه هو بديل، نفس ستايل فيرساتشي ايروس، يعني الفريش مع السويت بذات الوقت. اوكي، هذا هو الستايل العطر، حلو كتير فعلا، يعني خلال 3 ايام لبستوا هذا العطر عن طول عم بنسأل عنه، خاصة اول ساعتين، لانه فواحينه تقريبا ساعة ونص بيكون جيد الى كتير منيح، اول ساعة ونص الثبات عنه بحدود ال5 ساعات ثبات مش اكتر، منه عطر وحش بس حلو كتير، تاخدوا عليه اطراءات لنا اول ساعتين على الاكيد، يعني عطر حلو، عطر فعلا، ارجع رش، عطر حلو كتير على التياب، بيعلق لتاني يوم وتالت يوم بعلق على التياب، فجربوا رشوا تيابكم مشان تاخدوا اداء احسن. اوكي، والاطراءات جيد جدا، الفصول كل ايام السنة ما في مشكل، باستثناء ايام الصيف الحر الشديد ما تلبسوا هذا العطر وتظهروا تحت اشعة الشمس خلال النهار، مثلا بقاب بتكون حرارة 30 او 35، لا ما تلبسوا هذا العطر. اوكي، بالليل في ظهرة في محل تكييف اوكي ما في مشكلة، بس تحت اشعة الشمس لانه في سويت ممكن يصير مزعج. اوكي، سعره مثل ما عم شوف عن ديل اوف ذا داي، مثل ما قلنا انا على طول كل شيء لطافة بيشتري من ديل اوف ذا داي، هن الوكلاء بلبنان، لانه سعره الفول، يعني الفول بوتل يعني عم نحكي بحدود ال40 دولار بتصور حاطينه. اوكي، ان شاء الله باقرب فرصة بشتري هذا العطر، لهلا بعد ما اشتريته عندي بس من البرايد، عندي القيم مثل ما قلنا والايترنال عود، هوليك عم جرب استحصل عليهم بسامبلز من هذا النوع مشان
جربهم واعمل عنهم مراجعات، اوكي؟ فرح صير مرقهم عطر ورا التاني من خلال هول السامبلز 20 ملي اللي هي كتير كافية مشان تكونوا فكرة عن العطر، اوكي؟ بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، وبنشوفكم فيديوهات جديدة. Good evening guys, hope you're feeling fine and smelling great. Welcome back to my channel, The Fragrance Holic Lebanon Beirut Fragrance Passion. If you are new to the channel, please subscribe. Today's video will be about a perfume from Latafa, the Pride line, and it's Royal Sapphire, okay? I don't have the full presentation, I just got the sample, okay? The traveler sample, 20 ml, okay? Of the perfume. I think they're enough to have a full idea about the perfume, okay? So I've been trying this perfume for 3 days, 3 consecutive days, and it really smells good, okay? I don't have the full presentation. I will put the picture on the screen, and it's a good looking bottle, red like the sapphire. It's red, it's a stone like diamonds or something like that, okay? And it's a really solid presentation as a bottle, okay? The smell, it's fresh and sweet, okay? Something fresh and sweet. Here in every Latafa Pride you got, you have a booklet, okay? Before I got Eternal Oud and Alqiyam Silver, so I got this booklet, and they put all Latafa Prides in the booklet, the notes, they put the notes here, okay? So Royal Sapphire, we have on the top we have mandarin, lemon and saffron. Heart, we have jasmine and rose. Base, musk, vanilla and ambergris, okay? These are the notes, okay, from official notes from Latafa, okay? I don't get the saffron, okay? I don't get any saffron. I got the saffron in Qaed by Latafa. I got the saffron in Issemiyaki in War Ombre. But here I don't get any. Maybe it's a hint of saffron, I don't know, but all I can get is citruses and sweetness from the vanilla. It's fresh and sweet. This perfume reminds me of the style. Not, I don't say it's a clone of something. It's the style of Versace Eros. It's something fresh and sweet, okay? The style, the only the style, okay? I'm not saying it's a clone, okay? Really, it's a very pleasant scent. Every time I wear this, I get compliments, especially in the first 2 hours, okay? The ladies will love this perfume. Performance, it's average, okay? It's not a beast mode. I get 5 hours longevity, and the first hour and a half, decent projection, okay? But it's not a beast mode. You have, after 3-4 hours, you have to reapply, okay? I'm saying on my skin. On the clothing, it lasts for the second days easily, okay? So spray your clothes like this here to get projection, okay? You will get compliments, of course. It's a very nice scent, okay? Very sexy, very seductive scent. And seasons, it's versatile. You can use it all year around. Except the hot, the very hot summer days under the sun, okay? Don't use it in the hot summer days. If you go to the beach, don't use this one, okay? Summer nights, parties, okay?
no problem or somewhere with air conditioning, it's okay, but not under the sun rays, okay? The price here in Lebanon, it's $40 for 100 ml, okay? I didn't get my full bottle yet, but I'm waiting. Maybe the price will drop, or I'm still waiting, but it's a good perfume, okay? It worth the try, okay? Try to get a sample, okay, before, so you can have the whole idea about this perfume, okay? So that's it, Royal Sapphire from Latafa Pride Line, fresh and sweet and seductive, and it will get you compliments from the ladies. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you around.